أسبوع حافل بالأخبار عاشوه الطلاب بالأكاديمية. نستعرض أهم العناوين. الطلاب يودعون يوسف، أول طالب يغادر الأكاديمية. يوسف I love you. حبكم كتير 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 كتير. من حبك يوسف We love you. هايدي في روسيا. هادي شرارة يطلق شرارته الأولى أمام الطلاب. بديك أحكي فرنسي وأنا عربي. لا ماني. ليانيت بمشي الحال. لما أجرحك بس. بالعربي. بالفرنسي كيرسي. بالعربي كيرسي. خلاف بين دينا وسهيلة يعكر أجواء الأكاديمية. مش قلت لك أنا حاسة إنها زعلانة مني؟ مسلسل المقالب يغزو صباح الأكاديمية. أبطال مسلسل الغرام المستحيل رفيال حنان وسكينة. حنان زعجك الموضوع بعدين بحكي زعجك كثير. إن شاء الله نكون حكيت شيء ماشي خلص خلص نحكي. المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تتحدى الطلاب. بتروحوا أنتوا بتاخذوا بيتزا من الدرج بتحطوا البيتزا على البار بتقعدوا بتاكلوا هون بتقولوا لهم تفضلوا هاي أنا وجبة طبخكم. بيتزا في الأكاديمية لأول مرة. وراحت عليكم النهارده العشاء بتاعكم صارت صح العشاء بتاعنا نحن رايحين ناكل فيه. إيه شفتوا أنا درة تزلزل الأكاديمية من جديد. شو بدكم تخلصوا مني؟ ما حدا بيخلص من درة. فكرين تعملوا انقلاب وبتشيلوا الملكة عن عرشها؟ غلطانين. الملكة وصلت. أنا مش حيالله ملكة. أنا الكل بخاف مني. مروان يتعلم لهجة جديدة. وحشخشة. وح. أوكي وحش أنا وحشتني. وحشخ. وحشخ. قول. وحشخشم الطاس وحشخشم أنت تعرفها؟ هذه حصيلة الأسبوع الثاني دائماً مع طلاب ستار أكاديمي. توقع أكثر.